عليه السلام ولد طاهرا من طاهرين بعقد نكاح لا من سفاح. زين. أبو بكر ولد من سفاح حيث تزوجت أمه من عمها. من عمها أبو قحافة كان عم سلمى التي تدعى أيضا عندهم بأم الخير. تزوجت عمها فأولدها من؟ أبا بكر. هذا ما ينطق به نسب كل واحد منهما. فوالد أبي بكر هو عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. ووالدته هي سلمى بنت صخر ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. فإذا يكون عمها. ذكر ذلك الطبراني في المعجم وأبو نعيم في معرفة الصحابة ومحمد بن حبيب البغدادي وابن مندة في الكنى والألقاب وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهم كثير وغيرهم كثير. طبعا حاول المخالفون لأنهم لم يكتشفوا ذلك لم ينتبهوا إلى الآن أنه النسبان مشتركان فحاولوا أن يزوروا. واحد من الذين حاول أن يزور هو ابن الأثير فأضاف اسم واحد إلى نسب سلمى حتى لا تكون ابنة أخ أبي قحافة وإنما حتى تكون مثلا ابنة عمه أو من أشبه. فوضع نسب آخر لكنه ارتد عليه ارتد هذا النسب عليه. لماذا؟ لأن النسب الذي وضعه هو عين نسب أمي مسطح ابن أثاثة التي هي كانت تيمية أيضا وهي تصبح خالة أو عفوا ابنة خالة أبي بكر. وذكر هذا الأمر ابن عبد البر في الاستيعاب. فإذا محاولة التزوير انكشفت وارتدت على صاحبها. وقد ذكر ابن جرير الطبري الإمامي في كتابه المسترشد الصفحة 326 عن أبي بكر أنه أبوه عثمان بن عامر وأمه أم الخير بنت صخر وكان عثمان متزوجا بابنة أخيه. فإذا ولد أبو بكر من سفاح. عمر أيضا ولد من سفاح عجيب وغريب عجيب وغريب. روى النسابة الشهير الثقة عند المخالفين وعند البخاري نفسه هشام بن الكلبي معروف محمد بن السائب بن هشام بن الكلب في كتابه مثالب العرب قال إن نكاح الشبهة من أبواب الحلال وإن المتولد منه ومن الزنا يكون أنجب من الولد للفراش. وأما تفصيل نسبه وبيانه يعني عمر هو أن نفي كان عبدا لكلب بن لؤي بن غالب القرشي فمات عنه ثم وليه عبد المطلب وكانت صحاك قد بعثت لعبد المطلب من الحبشة زانية عبد أما زنجية معروفة من الحبشة يعني من شو يسمونها أثيوبيا. فكان نفيل يرعى جمال عبد المطلب وصحاك ترعى غنمه وكان يفرق بينهما في المرعى فاتفق يوما اجتماعهما في مراح واحد يعني في مكان استراحة واحد فهواها وعشقها نفيل وكان قد ألبسها عبد المطلب سروالا من الأديم من الأديم وجعل عليه قفلا وجعل مفتاحه معه لمنزلتها منه فلما راودها قالت
ما لي إلى ما تقول سبيل وقد ألبست هذا الأديم ووضع عليه قفل فقال أنا أحتال عليه. عند هذا الموضع أنا أقتضع فقرة قد تكون قبيحة، يعني عن كيفية قيامه بهذه الفاحشة وواقعها. فحملت منه بالخطاب، فلما ولدته، هذا الخطاب أبو عمر، فلما ولدته ألقته على بعض المزابل بالليل خيفة من عبد المطلب، فالتقطت الخطاب امرأة يهودية جنازة، يعني تعمل بالجنائز، وربته. فلما كبر كان يقطع الحطب، فسمي الخطاب لذلك بالحاء المهملة بالمهملة، فصحف بالمعجمة. في البداية كان حطاب، بعدين سمي صحف بالمعجمة صار خطاب. فلما وضعتها ألقتها على وكانت صهاك ترتاده في الخفية، ترتاد هذا الولد في الخفية، فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزتها ولم يدر من هي. بعدين خلي واحد يسأل عن معنى العبارات بعدين حتى نخلص. وكانت صهاك ترتاده في الخفية، فرآها ذات يوم وقد تطأطأت عجيزتها ولم يدر من هي، فوقع عليها فحملت منه بحمتنة. ابن الزنا نفسه اللي هو الخطاب زنى مرة أخرى بأمه صهاك، فأولدها شنو؟ بنتا اللي هي منه حمتنة. لا تدوخ وحاول تعرف التفاصيل. فلما وضعتها ألقتها على مزابل مكة خارجها. زين، كل زبل بزبل كل. فالتقطها هشام بن المغيرة بن وليد ورباها فنسبت إليه. فلما كبرت وكان الخطاب يتردد على هشام، فرأى حمتمة فخطبها إلى هشام فزوجه إياها فولدت عمار. يعني مرة أخرى تزوج زواج سفاح مع بنته من الزنا من أمه، فأولدها منه عمر بن الخطاب فاروق العامة فاروق المخالفين. وكان الخطاب والد عمر وجده وخاله أيضا، لأنه أولد حمتمة إياه ثم تزوجها وحده، لأنه سافح صهاك قبل فأولدها حمتمة والخطاب من أم واحدة وهي صهاك. وفي هذا يقول سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه في بيتين من الشعر: من كان جده خاله ووالده وأمه أخته وعمته، أبغض أن يجد أجدر أن يبغض الوصية وينكر يوم الغدير بيعته. هذا طبيعي. يا علي لا يحبك إلا مؤمن طهرت ولادته، ولا يبغضك إلا شقي كافر منافق وابن الزنا. عمر كان مبغضا لعلي صلوات الله عليه لأنه ابن زنا، وكذلك أبو بكر.